ليه خلود منين جيتنا اليوم؟ مهدية رجيش. من مهدية رجيش. تري تربيان قديش عمرك؟ 23. عمرك 23 سنة، عروسة صغرونة. قديش عندك عرس؟ من قوت عروسة جديدة. خمسة شهور كيك. عندك 5 موا بالضبط. عرس تري تربيان وباهي العرس؟ باهي. حاليا ولا ليه؟ بديت بدا في رايك. باهي. أنت وكيلة تجارية صاحبة شركة، إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله ربي يجيب لك القسم. قديش عندك زواج؟ من عام 9 سنين 3 شهور توا ديجا. خلينا نقول معناها 10 سنين، خلينا نقول احنا 10 سنين، بريسك 10 سنين. زوجك عن حب؟ زواجك كان عن حب ولا كان زواج تقليدي؟ هو زواج تقليدي من بعده ولات قصة حب كبيرة. يقولوا اللي اللي الحب اللي يجي بعد الزواج أقوى من الحب الآخر. صحيح. هو أجمع عليها بنسبة 80% العباد. مش كي عرست به أني يعني تقليدي من بعده ولا الحب، معناها في أول ما رينا بعد ما سيتي تقليدي. معناها عنده عمته عرفتنا بعد العام ذاك عشت مع قصة حب. دونك كي حبيته عرست به، مش خذيته مش عن حب ومبعد حبيته. لا لا حبيته وزيد كبر الحب اكثر، وليت نحس بيه لمسار نتاعي. تحس فما تفاهم بينك وبينه مهدي؟ على الاخر الحمد لله، على الاخر متفاهمين في كل شيء. نقراو في كار بعضنا، نخمم باش نطلبوا نقا تليفوني نوقز. درسا فتي مين جيتنا اليوم؟ من سوسه من هنا. خلود قدامك منافسه شرسه. ايوا هذه باش نكتشفوه توا. قبل ما يسوني التليفون تحس لي عنده هو عنده مشكلة. عشان تستيوها توا فدوى. شو ينجم يجاوب؟ شكون اللي يخلص الغسيت وقت اللي تخرجوا من الغستوران؟ كي تمشيوا للرستوران من عش مستدعيك مستدعيتو جنرالمون اني يعني خاطر مبرمج اني يعني وكل شيء بلانينغ عندي اني يعني دونك دونك انت اللي تخلص الغسيت. دونك درساف هي اللي تخلص الغسيت. باه اخر عركه تعركتوها شنو كان السبب نتاعها؟ قري صغارك معايا عاوني في قرايتهم. دونك ما تذكرش كلمه قالها لك مره ما ستك هكا اوفون حسيتها في وقتها وتنجم تكون نسيتها؟ مي انت حسيتها وقعدت ديما هكا كي ترجعوا مع بعضكم تذكروا فيها تقولوا نسيت كي قلت لي كذا؟ نسيت انت مره تجرأت وقلت لي الكلمه ذيك وجعتني بها؟ لا 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 حتى مره. ريت انا جايه هدي النفوس بس بحب المراه بس بحب تطلع فما كلمه وجعتها معناها ما فماش. لا حتى مره تقولي ما فماش. به شنو لونك المفضل دورساف؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو الاسئله الصعيبه عديتهم دورساف. ها تو هذا سؤال عادي جدا تعب بدي الجو. فيولي. لونك المفضل هو الفيولي يعني البنفسجي. باه قداش تلبس في ساقيك؟ نلبس دو بوينتور في 38 39، ما عنديش بوينتور. سا ديبون. وقتاه تقوم درساف كل يوم؟ هذه من الحاجه الدواء يقوم ديما قبلي ماتينا. دونك سي بيان معناها هو يعرف كنت وقتاش تقوم، هذه ديجا نقطه تحتسب ليكم. وقتاش انت تقوم شاك جوغ؟ ما عندي من 7 ل 8. ما بين 7 و 8 ميساج قول لي اعطيني مثلا ما بين 7 و 8. لو كان نهار انت معناها استدعاك راجلك على خرجه نعطيك معناها توا بروبوزيسيون استدعاك هو على خرجه وكلمته امه قالت له اجا حاجتي بيك انت شنو تتوقع تكون رده الفعل نتاع مهدي؟ يمشي لها. وانت كيفاش تكون الرياكسيون نتاعك؟ استنست خاطر بمجد هي حميتي بها برشا. دونك معناها ما يقلقكش الموضوع؟ لا لا لا. بي كيفاش توقع رياكسيون تاع مهدي؟ كيفاش يمشي؟ اذا حاجه ايرجونت باش يمشي. لا جوست قالت له حاجتي بيك، ما قالتلوش راهي حاجه مستعجله. لا باش يسالها اذا حاجه مش مستعجله يقعد، اذا حاجه مستعجله باش يمشي لها. بي اذا كان حاجه مستعجله يمشي سينو باش يقعد. فوالا. بي شنو هي رهبتك المفضله درساف؟ اني كنت نحب البي ام وتو خذيت مرسيدس. دونك وليت نحب المرسيدس. المرسيدس الكولور المفضل نتاعها؟ هي غري. دونك غري مرسيدس غري. ما عنديش كولور مفضل في الكهرباء، ما نحبش البلون كها، ما نحبش كهرباء بيضاء. ما تحبهاش بيضاء، مي الالوان الكل يعجبوك. فماش كولور معين. باهي مؤخرا 70 سنة باش تعمل توتو 70، معناها في فيفري هذا باش تعمل 70. هكا علاش قلت لك اي 69 70 70 معناها فيفري هذا تعمل 70. واضح تثربيا انت تو باش ترتاح تنفس بلا قصره. لاباس عرفت كيستيونير سؤال وجواب. واضح نتعدى معك انت توا خلود سيد المخرج. عندنا وقت شويه اسمح لنا، قداش مازال فيدي وقت فيت في به. اوكي مع خلود نتعداو. احلى سوفونير عشتها؟ تركيا.
سفرت تركيا وي. مشيتك متاع تركيا بيه قديش من مرة أنت تمشي للحجامة؟ نمشيش للحجامة خاطر أني عاملة بروتين في شعري نعمل شعري في الدار تعمل شعرك في الدار سينو ما مسحقش الحجامة لحد شيء لا جملة معناه ما تمشيش جملة للحجامة بيه أحسن ماكلة أنت طيبها أحسن ماكلة حاليا لازانيا باهي كيف كنت صغيره وين كنت تصيف في رجيش فرجيش ديما صيف فرجيش باهي متفهمي تعرف المود باس نتاع راجلك تاع فيسبوك نو 2016 و 2016 باهي اكثر حاجه انت تقلقك العياط ما تحبش العياط ما نحبش باهي البارفان المفضل نتاعك من قبل هو ما يعرفش هذا هذاك الجو هو الكونسيبت نتاع الجو قولي ميسيرش انت البارفان المفضله نتاعك اني بوس اورانج مي هو ما يعرفش ما يعرفش عمره ما سالك على البارفان نتاعك حتى كيف يسالني ما يعرفش راه معناها حتى كيف يجيب لي بارفان معناها اخرى ما عنده هو عمره ما قالك شنو البارفان اللي انت تحبها لا بيه واضح ميرسي بوكو خلود يعطيك الصحه فرحت ياسر استقبلتكم بحذايا درساف خلود باش تقعدوا في بلايسكم باش تلتحقوا بيكم ازواجكم باش نشوفوا لي رياكسيون باش نشوفوا لي ريبونس لكن هذه نجم نثبتوه كان بعد ما حضروا بحذينا رجالهم اللي هو سي مهدي وسي محمد الهادي وينو سي محمد الهادي انا هنا ايوا سي محمد الهادي شنو حوالك صباح لاباس كيفور ما سيدي الحمد لله الله يخليك جيتنا زاد انت اليوم مرجيش من المهدية قداش عمرك؟ عمري 33 عام 33 سنة باهي سيدي شنو تخدم؟ نخدم موظف مرحبا بك وسي مهدي مرحبا قداش عمرك سي مهدي؟ 39 جيتنا من سوسة شنو تخدم؟ نخدم مسؤول تجاري بشركة حسب رأيك أول سؤال سألتولها قلت لها شكون اللي يخلص كي تخرج أنت وسي مهدي تمشي للرستوران شكون اللي يخلص الرسيت عادة النقطة اللي تخرجوا؟ نورمالمون يعني خلص الرسات اوه وقتاش سوري باهي برا هذا سؤال الاولاني ميسالش موانزا وقت ما عندناش مشكل في الخلاص بلانينغ نتاع الخرجه فما فرق بين بلانينغ فين بين شمدله فلوس هي الاجابه قالت لي انا في غالبا انا نعمل البلانينغ ونكون انا مسؤوله على الخرجه هذاك صحيح هذاك صحيح دونك نجمو تصلحوا عندكم انتم بي يا سيدي اخر حركه تعركتوها بيت شر عليكم اخر حركه تعركتوها شنو كان السبب نتاعها مش كعركه كبيره عركه صغيره هكا مليكشه صغيره في الدار شنو كان الموضوع برافو قرايه صغار يعطيك الصحه جديده يا جاب ربي اخر عركه مواكب المسير اخي بكلمه وجعتها بها فمش مره انت قلت كلمه لدرساف قعدت هي مسجلتها نسيتها وسمحتك لاني المراه دائما هي تسامح قلبها تمشي بقلبها اكثر سمحتك لكن قعدت ديما كي تتليكش وترجع وتقول لك كل مده قتلي اكل عام الفلاني قتلي وما ننساهاش فمش كلمه مره وجعتها بها ما نذكرش قول فما ولا ما فماش؟ ما فماش برافو يعطيك صحة يا حنين ما فماش لونها المفضل مدام درساف الفيولي برافو يعطيك صحة بي قداش تلبس في ساقيها؟ ميسالش أعطيني المارش بين وبين 38-39 برافو يعطيك صحة بي وقتاش تقوم درساف كل يوم؟ بما أنك أنت قبلها دونك هي وقتاش تقوم ترى هي وقتاش تقوم لو كان انت استدعيتها معناها على خرجه وكلمتك امك قالت لك اي جاي مهدي حشتي بيك شنو تكون الرياكسيون تاعك تاعي يعني مش نمشي لامي قول استنى شويه ولا استنى ولا تصرف ولا وتمشي لها الجواب صحيح برافو بي شنو هي كرهبتها المفضله درساف نحكيوش على اللول مرسيدس برافو احلى سوفينير عشته مع خلود فواياج تركيا
صحيح. أول إجابة صحيحة. يعني نذكر مرة أخرى حاضرين بحذائي اللي كوبل درساف ومهدي خلود ومحمد الهادي. سألنا نساء دي كيستيون زوز جاوبوا بالكدا يعطيهم الصحة، والرجال بعد ما سألناهم نفس أسأل سألناهم ننساهم. سي مهدي عمل غلطة وسي محمد الهادي عمل غلطة بالطريقة هذه، هما زوز خرجونا تعادل. هذيك علاش باش يكون السؤال اللي باش يعمل الفارق بيناتكم هو أنا باش نسأله تو. اللي باش يجاوب الأسرع ركز سيد المخرج وسيد المخرج الثاني وين مركزة واللي أهم واحد باش يركز اللي هو قاعد يوثق خطر عنده كل شيء بصوت وصورة صوت وصورة عند محمود. دونك باش نشوف شكون باش يجاوب أسرع واحد به. مرحبا بكم، أنا سعيدة جدا استقبلتكم بحذايا اليوم في الغاديو. روح رياضية بالحق محلاها منكم زوز، وزوز راه باش تربحوا دي كادو حتى انت محلاك فوالا الله يخليك ميرسي بوكو درسا به. ألوغ تعطيني شكون باش يعطيني أول واحد دو فريكونس نتاع راديو نجم اف ام 88.9 واحدة أخرى 87.7 لا غلط 95.9 برافو دونك لي دو كوبل هما بيدهم جاوبت خلود وجاوب زوجها محمد الهادي دو فريكونس 88.4 و95.9 وأحسن حاجة كي ما خلت لهاش الكرة ريت محلاها تشارك تشارك الحياة زوجيها كلها تشارك حتى كي تجيو باش تربحوا تتشاركوا في الكادو تعبتوا عليه الزوز الحقيقة درساف لي فريكونس الغلاب مش جدتهم جملة مرسيدس وفريكونس هكا برش سمح لي برش فريكونس يترم عندنا طوى فريكونس 88.4 و98.9 اللي سمعوها يعطيكم الصحة. أنا فرحانة جدا مهدي وكيف كيف زيد درساف ما كنش باش تروحوا هكيك انتوما باش تربحوا معنا حمام رويال من إهداء دريم سبا اللي كنتي درساف باش تمشي تتفرشك تبدل جو وتنسى شوية ستريس. ميرسي بوكو. وبالنسبة اللي كنتي خلود ومحمد الهادي ربحتوا ان ويكاند بور دو بيرسون اوفير بار ديما فواياج. إن شاء الله مبروك عليكم وإن شاء الله تفرد طان بون كيف. ميرسي بوكو.